قدوميه قولها وكيلة سومالي لان عبد الرساق خليف احمد ايام مانتا سدد بني سعسلي ان مداه او داه دبديس كم معمول اي حسيلوني درهداها اي غلالاسها مقالاد الله سعان وضي حارونتا قبل كاسو والله ايو اسموتي دعداداني محاي اغردقانتها اي كموريا دا سومالي لان او هوغان كوية هاي مدحوين موسى بيحي عبدي صدح قضوبي يسويال كيسا سياسة ديد عبد الرساق خليف احمد ايه نباهن تيه ننكو فلغينينا مركا اللي يلاه دوا كوما عبد الرساق خليف احمد ايه سويال كيسا سياسة ديدانو سيدا اوسي قرفوغين وحنا او صوئف بحاي حكومة دي مدحوين احمد محمد محمود سيلانيو او كاقب طيح الوسيل حسي شي قدوميها حسبيغا وداني حرسي علي حاكي حسن او مركاسي اها وسيرك مدحتوية ده ايا او حلف الله وحنا او اسلا عسيلي حرسي علي حاكي حسن مركي او اس عسيلي او لوران كرو حلقاسي اساق ايا مقارك او سيدي عبد الرساق خليف احمد ايا سويال كيسا سياسة ديد او ورباهن تحقوغال اي باريس تفاتيران كسوصا ميساي وحا اي سوغاتي طلو يسقو قالو قاري انتي او سياسة دا سومالي لان كدح مقدينان اجرين الاي مانتا وحنا كو عدين يدقان ايهيسا سياسة ديد او اينو وقتغان حادر كافولكا كو هاينو اسعى سيلاد دي حكومة دي مدحوين احمد محمد محمود سيلاي كدي بحرسي علي حاجي حسن ايا وحا او كبيري حسبيغا او قدوميها كي هاي حدا او مركاسي كنقضيه قاميه مستر خليف ايا اساقو نقايب لنقضي حسبيغا وداني حسي شي اساقو وحي لموقبا وحانا تاسي كو عدين ايسا حلي قاسينو كو سعدي تلادا حرسي علي حاكي حسن او آنو اساقو قوان كو قارين اسعى سلاد ديسي ان مدى اه او كسو ترسانا اسلا حسبيغا وداني ايا او قدنبين تي وحا او يسوسو شرعي حلي بان كترسان قولاها وكيلا دا كان صوبة حقوب الكسو حسي شي هوغانكا سري حسبيغاسي ايا كوبيري ينو يسوسو تاغو قدوميها قولها وكيلادا حليغاسي او اي هلين وداني ايو عدو اسكربسان ايا اغلبياد انكستو او بريتارا اي سياسيغا وين اي محمود حاشا عبدي حليبان فراتون او مركاسي اها وسيركا ارهيمها ديبيد ده ايا اساقنا حكومة دا مدحوين بيحي او دياريسا ينو نقضو قدوميها قولها وكيلادا اي سومالي لان tartan adag oo halkaasii ku dhaxmaray ayaa Cabdi Rasaaq Khaliif Ahmed waxa uu ku guuleystay aqlabiyadii golaha wakiilada ee ay heleen labada xisbi mucaarad sidaasina waxa uu ku noqday gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland kanina waa tusaale kale oo sooyaalkiisa siyaasadeed ku jira kuna cadeynaya in lala taliyo hase yeeshee taladiisa aanu ku meel marin مسؤول كان او نقضي ندام كالدولاد نمون ننكا صدحاد ايه اوغو اووض بضان ها ايا قدن كاريوايا يواجبات كي سارنا وحانا كو عدين اي ستاس اووض صدحاد ايه دولاد نمدا سومالي لان ايو هايستا ايضو او كان مدح بنان حكومة دا امن كتلاد سومالي لان هايسا ايو هوغان كا اوياه مدحوين موسى بيحي عبدي مانا اها كي ماانتا وحدا ليلي لها حسي يشي واكي تلابو نبيد قليو كا قادي لها مقالة اللاسعان وضي حارون تا قبل كسول مركا لو ايغو حيل كاوهي تاني نوا متكالي او كو عدين ايساه واجبات كا لو ايغم داي حسبيغا وداني ووسو دياري ييهو غانكي ساساري ايا شخصية دا عبد الرساق خليف احمدينان ايسلاحين ديگاني هيسا سياسة ديد حداي نو انتا كورلا افنو قدب كا كوبادي ها اي نو كو ايجي نو وقتي غان حادر كا احالد دا كتاگان مقالة اللاسعانو دا ايا وحا كوكا وربا انت حقو غال ايا وحا اي سوغا تي كولان او لايا شاي مدحوينيه هوري سومالي محمد عبدالله فرماجو انتي آني بلا من حسيلوني دارادا مقالة اللاسعانو دي حارون تا قبل كا سول اس ارقاسينا وحا او كودح مراي مقالة دا انكرا اي ودن كا تركيغا وحنا اي كوضا هادلين SSC مقع اللي لاهدوه سيدي لوغو سماين لها مامو القبليت كان مدح بنان سومالي لان حسي شي كولان كاسي اي وحا كل مي حسي لوني درهدا مقالة الله سعان ودلقا علو سي مدوين كي وقدن بيسي مستر عبد الرساق ايا وحا وكسو فالقالي تلدي وحال كاسي كسو قاري اساق او كتغي مقالة الله سعان ودي حارون تقبل كسول وحنا او كما مولايي غلالاسها ايا نبدقليادا قعان تكبح دي داها دباديسة لحي اللباطن كبشت اللباط لباطن لباطن ايا صدح ايونا سيداد بن اسو عسيلي او ويشيكي سردبتا ادبادكين اساقو شاقاي انانو متيلين دادك برعو ايو هرقاي ساكو لغان حسايا شاه او خاسو يهي مقالة اللاسعانو دي حارون تا قبل كسول دادك كنو
وحنا اي تاسي ميشا كسارة ايسا انو يهي مسؤول كصدحاد اي اوغو اووضا بضان ندام كدولد نمو يا سومالي لان كجير قولها وكيلة اي سومالي لان وكولان ديك ديگي شاي ايا وحا اي كغا ارين سنة ين سيدي اي طلابة شرعيق وافقسان وغا قادي لها ين شخصياد او كجيرو قدوميوه او كسو هرچيستي هنان كدولد نمو يا سومالي لان كجير وقت غان حادر waxaan aynu warbixineyna soo socda ku soo qaadan doonaa golaha wakiiladu go'aanka ay ka gaareen gudoomiyahoodi ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil هل فضيديها جمالية ذي؟